اخيرا مورا ما شكلت شعري جمعته بحال هكايا، جيت باش ندير واحد لاغوتي اللي كانت بعاد ليا مات هذه الوجهي، ولقيت عليها واحد الراحه الصراحه. كنغسل وجهي، واش قلت لكم شعري ولا الوجه؟ المهم لاغوتي اللي كانت بعاد اختي الوجه، صافي الا غلطت ما لسان ما فيه عظم. كنغسل وجهي بهاد جيل نيتوايون هذا اولا بجيل نيتوايون ديال الفيتامين سي، يا بري كندير واحد لا كريم الصراحه. شنو نقول لكم؟ بونجور، شكون اللي فا سافا؟ لاباس عليك؟ فقتي؟ هاي 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 ما خلاتنيش نكمل الهضره. سيليا دي بونجور الكاميرا، دي بونجور، في واحد بيزو 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 مامو بيزو بيزو حبيبة. أو رضا أنا نجي نصايب لك يا يم. يلا هاد لاكريم هادي شنو نقول لكم، هي اباز ديال الزعفران وعجبتني بزاف، كدير واحد الاشراقه في الوجه وكتفتح اللون ديال البشره الا عندك داك التصبغات ديال الشمس اي حاجه. انا الصراحه واخا الصيف كنت كنستعملها، غير هي انا من داك النوع اللي ملي كنجي من لابيتين ولا شي حاجه كنجي عكزانه ما كنقدرش، دي فوا كنديرها ودي فوا لا، غير كنغسل وجهي. وي مامو انا جايه، غير كنغسل وجهي كنديرها وكنطيح كاو. ها طابليت ما عرفتش بنتي فين حطيته البارح، انا نجيبولك دابا انا نقلب عليه ونجيبولك. وصافي قلت لكم غير كنديرها كنطيح كاو تكنيك. نورمالمون هي كدير حتى لجوج المرات في النهار باش كتعطي كتعطي زعما المفعول ديالها اكثر. اليامات الاولى كنت كنديرها حتى لجوج المرات في النهار، اليامات الاولى اللي اكتشفتها، من بعد وليت كنديرها غير مره واحده حيت جاتني مع كيف ما قلت لكم هالاصلاحات هجراها بزاف ديال الحوايج راكم عارفين الصيف. الوغ دابا ان شاء الله ابتداء من هاد اللحظه هادي غادي نرجع ثاني نبدا نديرها جوج المرات في النهار. زوينه الصراحه، انا لقيت عليها واحد المفعول زوين، كتوحد لك اللون ما بين الوجه وما بين العنق. غير كنغسل وجهي وعنقي مزيان بالصابون وكنديرها صافي. ما كان ملي كنكون خارجه كندير غير لي كرون سولي ولا ما كندير حتى شي حاجه، كاع كنخرج بوجهي وانا فرحانه ضاحكه، ما كندير لا ماكياج لا فونديشن لا حتى شي حاجه، ما كندير حتى شي حاجه لوجهي، كنصايب غير كنطراسي حجباني صافي وكنزيد في حالاتي، ما كندير حتى شي حاجه لوجهي فريمون، ما بقيتش كندير ماكياج مورا ما اكتشفتها. فوالا دابا غادي نغسل وجهي وغنديرو لا كريم ديالنا ديال الهيمالايا ايربال، هيمالايا للاعشاب. البنات اللي يسولوني يقولوا لي فين ومنين ناخذوها، تقدروا تاخذوها عند مول ماكياج، تقدروا تاخذوها من اسواق تجاريه الكبرى. انا خديتها غير من مرجان. فوالا والان لنفرك كما رجنا. فوالا كنتحس لكم حدا الضو ديال المرايه باش يقول لكم كلشي، راه ما كيبقاوش حتى هذوك لي طاش ديال الحبوب ولا اي حاجه. فوالا بما انه كنصور بيد وكنغسل بيد صافي. من بعد ما غسلت كوميرتي نشفهم، نشف 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 نشف، ودابا حطيت لاكريم ديالي فوالا مسرحه، منساوش العنيق حتى هو. وسالينا صافي، هادشي اللي غنبقى به دابا. تقريبا حتى ديك الجوج عاد نعاود نغسل وجهي مور ما ندوج، هذا نغسل وجهي ونعاود نديرها باش تعرفوني جبتني. شوفو مني مشيت المرجان شوفو شحال جبت كلهم. مشيت لقيت كانت عندي وحده هي اللي كنت خديت من اكادير، ملي مشيت المرجان ولقيتها عاوتاني عاود خديت هادي وخديت هاد الجوج تا هما باقيين عامرين. وحده حطاها في الدوش وحده حطاها في بيت الناس باش حتى الا نسيت زعما داكشي ما نعكزش نديرها لوشي عند الناس. ما فقت الاموره ديالي
تاخدوش. سيليا سيليا شنو هادي كنغ؟ كنغ مامو. ايوا غسلت ليها بعدا دوشت ليها عاد خليتها فهاد السطيل هذا. بابا راه صافي ولا كيفكر 100% باش يدير لها هنايا بينوار. بابا اليومية المهم هنايا جيت باش نصايب هاد اللوبيا هادي واخا فيها تمارة. الصراحة ما كنتش باغا نجيبها، كنت غنعطيها لجارتي حيت انا ما كنحملهاش فيها تمارة. غنصايبها هنايا دابا عاد نشوف شنو اخر ندير. تيمورا ما بديت معاك الفيديو في الدار. اي هاي جا عادل صافي، بقيت جمعت الدنيا وقديت كلشي. جا عادل جينا اختارينا واحد فيوزات دريات سميهم اللي بغيتو. انا وصلت دابا نشارك معكم شنو شريت. برافو زيد توتليت. برافو سيدي. صافي دابا جا شرينا هاد الايس كريم هذا وغادي نقضيو شي اغراض وغادي نرجع للدار ونشارك معكم داكشي كله اللي خديت من الدروكري. كنا وصلنا على واحد الدرياتي وصلونا ساعة، ملي وصلونا ما عجبوناش خصنا ضروري نصايبوهم اليوم حيت غدا عندي السيد ديال جيرفليكس. وصلنا للدار جمعت شاكوكاتي الحاج هو جينا جبنا فين هما عادل هادوك اللعيبات اللي شرينا البلاط ديالتهم. خدا هاد المرايات هادو خدا منهم 60 حبة 60 حبة وهنا هو خداهم على قبل واحد البلاصه، ولكن انا نقدر نستافد منهم هكا وهكا. كتحيد لهم هذاك الميكا وكيتصايبوا بحال الشهده بحال خليه النحل. وبالنسبه للبولات اللي قلت لكم جبنا شت ليا كرتونه جر شو سيليا موبايل شريت بهادو كيشعلو من الفوق ومن التحت باش يعطيوني واحد لي كليغاج هنايا عندي هو فهاد البلاصه هادي. هنا الفوق كاينه بلاصه هنا وكاينه بلاصه لهيه وتما غيدار وحده هنا وحده هنا باش عطاني ليك لي غاج على قبل هاد التصاور هادو. وهانتوما معايا المرايه نقدر نصايب بهم واحد الشكل مالكم. سلي بديت كتغوت مشات المرايات هنايا في هاد الحيط هذا غادي نقدر ندير بهم واحد الشكل بحال هذا باش يعطوني ليك لي كلي غاج هنايا ويعطوني بحال غيعطوني سباس. وعاد اللي شاط ليا غنديرو في هذاك الحيط اللي عندي في الكولوار بحال هكا. عادي تقدر تعطيني هاد المرايات هادو نوريك الشكل اللي بغيت بهم. خبديتيها من القنت راه تما غيجيك السطور. راه يجيك داك السطور ولا هذا راه يجي هابط عليهم. ماشي مشكل. انت حطيتي من بنتك هاد جرح يديها. يا موبايل سيليا ما توركيش من ليها لان راه من غير كتحطي كتبان لك مايله، اما من غديري السكوتش ما تبقاش مايله. لا ما تبقاش مايله غير حطيها وصافي. خصك تجيبيها عبار هكاك صافي، واخا تبان لك هابطه من تما راه غير تلقاها كترجع لبلاصتها. واخيرا ساليت الديكور ديالي. المهم هنايا راه الحيط اللي جا حدا الكوزينه شوفوا كيفاش صايبتو. جا واعر فريمون جا واعر واعر واعر. جات جاو المرايات بحال هكا. انا هما كيجيو صغيورين هكاك وانا قديت بهم الديكور اللي عجبني راهم تيبينوا واخا كيبانوا صغيورين. ها نتوما شوفوا كيبينوا فريمون كيبينوا. الديكور ديالهم جا واعر بحال خليه النحل وانا قديت بهم هذا الشكل هذا. تقريبا حتى جيت ل 56 بياسه تقريبا ولا شي حاجه بحال هكا ولا 50. المهم بحال هكا جاو زوينين. انا حمق في مع ابداعاتي. ايوا نعاود لكم شنو وقع لي اليوم. عاوتاني واقعه وقعت لي. دابا حنايا كنا خدينا واحد الدريات لهذيك البلاصه اللي وريتكم دوك كيجيو هكا دوش خديناهم
واحد الشكل بحال هذوك ديال الكرده اللي عندنا في الميني بار، بحال داك الشكل خليناها معلقه هكايا بالخشب. واحد ديكور زوين تقريبا 250 درهم ولا مع 300 درهم. خاصهم يكونوا جوج في الباكيه، جوج في الكارطونه. ياك عادي بشحال خديتي هادوك؟ بشحال كنتي خديتيهم هادو اللي رديتي اليوم الطريات اللي ما جاوش؟ جوج. بشحال؟ هو جوج فرق 200 درهم، كاتبين جوج 200 درهم. نورمالمون خصها يكونوا فيها جوج. منين وصلاتو لا كوموند حلك اول مره هادي الحل الكرتونه، مولف كي جبتها لعندي انا اللي كنحل الكرتونه. قال لي اليوم، قال لي راسي خفيفه. قال لي اليوم، قال لي راسي حل الكرتونه وهذا المرايات. انا المرايات كنت شاك فيهم اللي يكونوا صغار بزاف، وهذيك من شديت الكرتونه في يدي حسيت بها خفيفه. ايوا المشاهدين، حل السيد الكرتونه، لقاهم مصيفطين ليه وحده ب 200 درهم. قال السيد اللي جايب داكشي ديال لا ليفغيز، قال له لا ما يمكنش. قالوا عيط لهم، عيط لهم. بدات تقول ليه واحد خيتي، ايوا راه داكشي مكتوب، راه مكتوبه وحده. قال لها لا مكتوبين جوج. قال لها صافي ردي ليا فلوسي، انا ما زعما ما بقيتش بغيت. ايوا منين منين نردو دابا حنايا؟ كان خاصنا نصايبوهم اليوم، كان خاصنا نتقبو بالشنيور اليوم ونقادو كلشي اليوم. نورمالمون خصنا نتقبو بالشنيور اليوم ونقادو كلشي اليوم باش نحيدو علينا اي حاجه فيها الترياب والغبره، حيت سالينا. وخصنا السيد غدا ديال جيرفليكس، خصو منين يجي ماشي انا تيدير ليا جيرفليكس للدار، حيت غنديرو للدار كامله. غنكمل عندي هي في البيوتة وغنكمل بيه الدار كامله. الوغ انا ما خصنيش نعاود تاني عليه الترياب وداك الحفير ديال الشنيور وداكشي. قلنا صافي خصنا نديرو هادوك لي بلاي اليوم، نصايبوهم اي حاجه خصها تصايب اليوم. ديكو فاش جاو لقى فيهم داك المشكل ورطهم. قلت له زهري وانا عارفه زعما كاع داكشي اللي الحاجه اللي انا بغيتها، اللي انا يعني متشوقه ناخذها، سبحان الله العظيم تعكست. شحال من حاجه تعكست ليا في هاد الاصلاحات. يا ربي السلامه. عرفتي تبعتني شي حاجه في الاصلاحات، والله العظيم شحال من حاجه كتكون مخلصه ولا فيها العربون ولا بزاف ديال الحاجات كيكونوا مشريين كاع مخلصين بلا كارت يعني الفيزا، وفاش كتوصل كتكون ما هياش كنردوها. بزاف ديال الحوايج تعكسوا ما نقولش لكم. طلع لي واحد الزعف منين عيط ليا، قلت له مالك شت صوتك ماشي هو داك. قال لي هذوك اللي كنا معولين عليهم اليوم نصايبوهم راه صدقوا مصيفطه ليا غير وحده. المرايات هذوك المرايات نورمالمون حنا ضمون دينا وحدين، خصهم يكونوا فيهم 20 على 20، يعني خصها تكون كبيرة على الأقل قد اليد بحال هكا. مصيفطة ليا مرايات فيهم فيهم ما عرفت واش 6 على 6 ما كاملهاش، يعني صغيورين بزاف، ولا ما عرفت 10 على 10 صغيورين. أنا صدقت قلت له صافي واخا صغيورين ندير بهم ديكور تما. والكولوار دابا الكولوار ما درتش فيه. شفت وحده في مسيو بريكولاج، شفتها نهار كنت خارجه. المهم النهار اللي كنت خارجه شفتها في مسيو بريكولاج عجبتني. دوك اللي كيجيو هكا يا دائره داخله في دائره، هادوك حمقوني. قلت له هادوك هما اللي غنجيب ان شاء الله نديرهم في الكولوار باش يعطي واحد ليسباس وصافي. بالنسبه لهادوك التريات راه مشيت مازال جبتهم من عند الدروغري، جاب الله اللي لقيت هادوك عجبوني ولقيتهم رخص من هادوك الاخرين. لقيتهم غير ب 80 درهم صراحه. قلت له عطيني هذوك وعطاهم ليا عجبوني. قال لي 80 درهم. قلت له واش كتبدل لهم البوله؟ قال لي لا ملي كتحرق كتلحقها. قلت له ها هي 80 درهم ماشي مشكل. امشي راه عجبوني الديكور ديالو سامبل، كيعجبني شي حاجه اللي هي سامبل. صافي هذا ما كان. وواحد الكارطابل ديال سيليا حتى هي هذا لاتروس ديالها واللانش بوكس والساك ديال لانش بوكس حتى هما تعكست ليهم على لي فريزون. ما فهمتش شنو حق الله كلشي تعكس. يا ربي السلامه، قول اعوذ برب الفلق وصافي. ايوا دابا عندي جيرفليكس ان شاء الله غدا هو اللي بقى. اي كنضحكوا والله. الامور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، واي حاجه بالمكاتب واي حاجه راه اللي كتبها الله هي اللي كاينه، مرحبا بها. غدا ان شاء الله عندي جيرفليكس خصني نحيدو. عندي لكم هاد الكوزينه باش ندير لكم جولة في مطبخ أحلامي. إن شاء الله يا ربي. ومن بعد ما نكمل جيرفليكس وحتى ندير التفريشة وندير لكم جولة في الدار كاملة إن شاء الله، خاصة التفريشة ديال الصالون. والدريسينغ غنخليه حتى نرتاح واحد الشهير ولا شهرين، المهم واحد المدة نرتاح ماديا وجسديا ومعنويا وحق الله العظيم ونفسيا.
لان عييت والله عييت كل مره هكا يا زعما يعني اصلاحات في الشكل الدريسين كثار تاع واحد شويه عاد باش نعاود الدريسين كله خاصو يتصايب كله بلاكارات حيت حطيت فيه دوك البلاكارات اللي كانوا عندي ديجا في الدار الاخرى وصافي هادشي اللي كاين باش نحيد عليا حتى هاد الكوافوز هذا غادي تحيد ديال المكياج شوفوا انا كنمسيه المهم هادشي كله خصو يتحيد يمشي يدار شي واحد اخر في الدريسينغ ايوا هذا مكان كنتمنى ان الفيديو ديالي ما يكون الاعجاب ديالكم شاركت معكم شي حوايج اللي هما واقعيين اللي نهاري كيف ما داز شاركته معكم من غير شقه بطبيعه الحال ما شاركتش معكم شقه راكم عارفين ما كانش عندي الدار مرونه بزاف ولكن درت داك خفان زربان ايوا هذا مكان تهلاو لي فراسكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه بيزو كبير لكم باي.